أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب اكتساب اللغة. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سوف أقوم بتوضيح موضوعات الأسبوع الرابع، فأهلا وسهلا بكم أحبائي الطلبة. بداية عزيزي الطالب سوف نتناول القاعدة النحوية بعنوان المذكر والمؤنث. سوف يتعرف الطالب هنا على مفهوم المذكر ومفهوم المؤنث ويكتب الكلمات كتابة صحيحة حسب الحروف، كما أنه سوف يقوم الطالب بإعطاء العديد من الأمثلة للمذكر والمؤنث، وسوف تقوم عزيزي الطالب بالعديد من الأنشطة التفاعلية التي تدعم ترسيخ هذه القاعدة في ذهن الطالب. الاسم المذكر في اللغة العربية هو ما يدل على ذكر من البشر أو الحيوان مثل رجل وأسد، وهناك مسميات أخرى وردت ألفاظها مذكرة في الاستعمال اللغوي مثل كتاب، جبل، بحر. الاسم المؤنث هو الاسم الذي يدل على أنثى من البشر أو الحيوان، امرأة، طالبة، قصة. وبالتمييز بينهما عزيز الطالب هنالك طرق عدة، من أسهلها وأبسطها إدخال الضمير هو وهي على الكلمة للتأكد إما أن تكون مذكر أو مؤنث، فهو تستخدم للمذكر وهي تستخدم للمؤنث. ثم سوف ننتقل عزيزي الطالب إلى الحروف المتشابهة رسما مثل حرف الطاء وحرف الضاء، حرف السين وحرف الشين، وغيرها من الحروف المتشابهة في الرسم. ثم بعد ذلك سوف ننتقل للإجابة عن الأسئلة التابعة لهذه للحروف المتشابهة والموجودة عزيزي الطالب في كتاب من الألف إلى الياء. وبعد ذلك عزيزي الطالب سوف ننتقل إلى مهارة الاستماع، وسوف تستمع إلى نص بعنوان يا بحرنا. يا بحرنا ما أروعك، نحب أن نبقى معك، العب وغرد مثلنا، فأنت طفل بيننا. يا بحرنا نفتت الصخور، نذرذر الرمال، ونبتني القصور، نشد بالحبال. يا بحرنا العميق، أنت لنا صديق، نحب أن نبقى معك. يا بحرنا يا بحر كالطبيب، تطبب الجسوم، دواؤك العجيب، رملك يا رحوم. يا بحرنا الكبير، يا طفلنا الصغير، نحب أن نبقى معك يا بحرنا. وأيضا عزيزي الطالب في هذا الأسبوع سوف نذهب إلى المكتبة لقراءة العديد من القصص الجميلة التي تدعم مهارة القراءة وتقويها عند طلبتنا، وأيضا سوف نقوم بقراءة درس بعنوان الفيل المغرور. الفيل المغرور. كان الفيل الصغير معجبا بنفسه، وقد قال يوما لصديقه الجمل: أنا أقوى منك، فأنت لا تملك خرطوما كخرطوم الطويل الجميل. قال الجمل: لا داعي إلى التفاخر، فكل مخلوق له مزاياه التي تمنحه قيمته. قال الفيل: تحدث كما تشاء، ولكني سأظل أقوى منك. قال الجمل: هل تستطيع أن تسير في الصحراء يوما كاملا؟ قال الفيل: أتتحداني؟ أنا الفيل المشهور بقوته. واتفق الفيل والجمل على أن يسيرا في الصحراء يوما كاملا، فحمل الفيل على ظهره جرة ماء وأعشابا كثيرة خضراء، أما الجمل فلم يحمل أي زاد. وسارا في الصحراء، وبعد ساعة أحس الفيل بالعطش والجوع، فأكل كل ما كان يحمله من عشب وشرب الماء ورمى الجرة فارغة، أما الجمل فلم يأكل أو يشرب، واستأنف الاثنان سيرهما في الصحراء. بعد ذلك عزيزي الطالب سوف تقوم أنت بقراءة هذا الدرس قراءة جهرية معبرة، مراعيا فيها معايير القراءة الجهرية الصحيحة.
إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت، شاكرة لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء أحبائي الطلبة وشكرا لكم.